الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نلتقي معكم في برنامج المهني الصيفي الاول اللي يقيمه معرض قطر المهني بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة. بالحقيقة احنا هدفنا ببساطة من البرنامج ان احنا ناخذ ابنائنا وبناتنا ونشرككم في مجموعة من الفعاليات والانشطة بحيث نطلع باربع اهداف اساسية. الهدف الاول نبدأ بزيادة وعيهم بأهمية التفكير والتجهز للمستقبل والتفكير بما هي مهنة المستقبل أو ما هي خططي المهنية المستقبلية. الأمر الثاني أيضا اللي نهدف من خلال هذا البرنامج تقديمه لفئة أبنائنا وبناتنا اللي هو زيادة مهاراتهم وقدراتهم بصفة عامة بحيث يستطيعون فعلا التقديم فيها ومساعدتهم في تجهيز لسوق العمل. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة أيضا حبينا نعطيهم مجموعة من التقنيات أو من الأدوات بحيث من خلالها يقومون بالتخطيط لهذا المستقبل من خلال التعرف على الآليات الجامعات اللي ممكن تكون مجال للدراسة فيها، أيضا التعرف على خلينا نقول اهتماماتهم سواء كانت علمية أدبية تجارية غيرها من التخصصات المختلفة والاستعداد الجيد لهذا المستقبل. هدف رابع مهم جدا اللي هو عبارة عن التواصل من خلال تعرفهم على زملاء وزميلات لهم في مدارس ومراحل مختلفة، وأيضا من خلال تواصلهم مع مؤسسات العمل بفترة كبيرة جدا قبل جاهزيتهم لسوق العمل. يعني تعرف الفئة المستهدفة من الطلبة في هذا البرنامج من سن 16 إلى 18 سنة اللي هم صف المستوى العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وهذه فترة تسبق فترة الجامعة، فلذلك يعني عندهم قرابة 5 إلى 7 سنوات من خلالها يستطيعون التواصل مع المؤسسات المختلفة. هذا بصفة عامة وبسيطة عن 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 البرنامج. طبعا احنا حرصنا يكون في تنويع في الأنشطة والفعاليات، وحرصنا ايضا الفعاليات لا تكون عبارة عن محاضرات، لان تعرف الجميع انتهى من العام الدراسي والان اجازة صيفية، فحبينا البرامج تكون عبارة عن أنشطة وفعاليات وتمارين بنظام ورش العمل بحيث الجميع يشارك في هذه الفعاليات ولا تكون فعاليات رتيبة. ومثل ما انت شايف تم عمل معرض على هامش او في اخر يوم من هذا السمر يعرضون فيه ابنائنا وبناتنا باكورة الافكار اللي تم وضعها في عبارة عن مشاريع موجودة امامكم في 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 هذا المعرض البسيط المصمم. هذا كان هدفنا الاساس، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله تعالى. يعطيك العافية.
you.